أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة بفيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج السرطان السبت 11 سبتمبر أيلول 2021. الشخص الذي كان حولك لفترة طويلة ولكنك لم تلاحظه حقا سيبدأ الآن في لعب دور محوري في عقلك. إنها ليست مجرد قصة حب ناشئة، بدلا من ذلك إنه اجتماع للعقل والروح، ومن المرجح أن يجعلك تشعر بالإرهاق. خذ وقتا لتعتاد على الفكرة، لأن هذا الشخص قد جاء في حياتك ليبقى. عاطفيا، قد يتصاعد التوتر بينك وبين شريكك في بداية اليوم، ولكن الحب سيهدأ كل شيء. سيسود السلام والألفة وينتهي اليوم بحرارة. يمكنك حتى التخطيط لقضاء يوم بالخارج، حتى مع من تحب، في أماكن الاستراحة المفضلة لديك. مهنيا، ستتمكن من الاستفادة من بعض الدروس التي تعلمتها من الماضي لتجنب مشكلة في العمل ومضاعفتها المحتملة. ستجذب قدرتك على التطبيق العملي والتفكير السريع انتباه رؤسائك، وقد تفتح آفاق وظيفية جديدة ومثيرة. يجب أن لا تدع هذه الفرصة تمر دون نتيجة. صحيا، أصبحت أنشطة فرض الضرائب على توقعات اليوم وستستمتع بكل دقيقة منها. ستكون في قمة مستواك وستؤدي بشكل ممتاز في جميع الأنشطة الرياضية اليوم. سوف يكون لديك ميل إلى قيادة نفسك بقوة ويقضي على نجاحك، ومع ذلك لن يكون لهذا أي أثار سلبية طالما أنك تتذكر تنظيم نظامك الغذائي. توقعات برج السرطان للرجل. كن متفائلا واعلم أن ثبات الحال من المحال، وأن مع اليسر يسر ومع الضيق الفرج. لماذا لا تتبع النصائح التي تزدي بها للآخرين؟ عليك أن تكون أكثر دبلوماسية في الحياة بشكل عام، وتذكر أنت أفضل طبيب لنفسك وأفضل حل لمشاكلك وأمورك، لكن فكر بجدية. توقعات برج السرطان للمرأة. حاول الاسترخاء ومحو الأشياء السلبية من عقلك اليوم. هذه ليست دعوة لتجاهل المشاكل الحقيقية، لكنها محاولة لتعليمك كيف تنحنين الهموم جانبا وتركزين على أمور أكثر إيجابية، لأن هناك الكثير جدا من الأشياء في حياتك التي لا يمكنك أن تفعلي معها أي شيء. تضيعي وقتك في التفكير فيها لأن لن يسبب لك سوى الإحباط. عليك التفكير في الأمور التي تجعلك أكثر سعادة فقط. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 يونيو إلى 2 يوليو. اليوم مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور. سوف تنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الشخصية سوف ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور الكثير من الفوائد، وسوف يقدرك الناس ويعاملونك بمودة. فكر في إعادة بعض من هذه الأمور. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 يوليو إلى 12 يوليو. حماسك يمكنك من النجاح بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين، لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم وليس الأنا الخاصة بك. سوف ينتج عن ذلك أيضا مناخا جيدا في المنزل، وقد يؤدي السلوك الأناني إلى الإضرار بعلاقاتك الأسرية على المدى البعيد. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 يوليو إلى 22 يوليو. سوف تتعرض للكثير من الأسئلة اليوم، وسوف يطلب منك النصح، ويتطلب ذلك أن تحافظ على السلام في موضوعات حساسة، ولكن لا تدع الغرور يصيبك نتيجة لهذه الثقة الموضوعة فيك، وإلا فإنك سوف تسيء استخدام هذه الصراحة التي تراها في من حولك في أغراض أنانية. استخدم نفوذك في مساعدة الآخرين فربما تكسب قلب شخص آخر.